السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده نوع من انواع الدنش. طعمه جميل جدا وشكله زي ما انتم شايفين، دنش بالكريم باستري والفاكهه تلمع بمربة المشمش، طعمه تحفه. ان شاء الله تجربوه هيعجبكم. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي 300 جرام دقيق، وعندي 200 جرام حليب، وعندي 4 جرام خميره، وعندي 30 جرام سكر، و30 جرام زبده، ورشه الملح. بس هنبتدي على طول. هنحط السكر في اللبن وهنقلبه كويس، بندوبه، مش عايزه يبقى محبب في العجين، بدوبه كويس اهوت. وهحط عليه الخميرة وشوية الملح، ذرة الملح بتاعت الشغل، وهقلب العجينة دي كلها في بعضها. الدنش أنواعه كتيرة جدا ومختلفة جدا، في منه العجاين، وفي منه المورق، وفي منه اللي بيتعمل من عجينة الكرواسان. فالدنش ما بحر واسع زي ما بيقولوا يعني، وأنواعه كتيرة جدا يعني. وده نوع من ضمن الأنواع بتاعته اهوت. بدأنا نلم العجينة، العجينة بدأت تلم معايا، وعجينة مظبوطة خالص، عيارها مظبوط، مش هتحتاج منك لا مية زيادة ولا مية ناقصة اهيت. بس طبعا اي عجينة بيبقى فيها سكر، كمية سكر يعني، فبتلزق كده في الايد، ده عادي، مش ما يلقكش في حاجة. هتتلم العجينة ونطلعها على الرخامة، ونبدأ نخدمها بالراحة كده دعكتين تلاتة بس، مش كتير. وهنبدأ، عندي 30 جرام الزبدة اللي عندي دولت، احطهم جوه العجينة اهوت. وطالما في زبدة جوه العجينة يبقى لازم جنبك سكليبر او مقطع او حاجة تلم بيها العجين، ده لازم، لما فيش منه مفر يعني. وهبدأ ادعك العجينة كويس بكلوة ايدي، ندخل الزبدة في العجينة كده اهوت، ادي فايدته. وهبدأ أدعك العجينة بقى عادي. طبعا هتحصل عملية خربطة شوية كده في العجين، بس بيلم نفسه على طول اهوت. ونبدأ بقى ندعك العجينة بكلوة الإيد كده، ودي المرحلة اللي أنا بقول عليها الدنيا بتتلخبط فيها شوية، بس بتتلم على طول العجينة، تبقى زي الفل في ايدك، بتدعك فيها لحد ما تشرب الزبدة بتاعتها وتطرى وتنعم. وهي لمتها وهسيبها تخمر. خمرت العجينة بتاعتها اهيت، هبدأ انزلها قدامي على الرخامة اللي انا بشتغل عليها، على الترابيزة بتاعتي، وهلفها بالراحة كده اهوت، الفها بالراحة كده وابدأ اقطعها. ده الحجم اللي انا قطعت عليه، انت عايزها اكبر اصغر ارفع براحتك يعني، ده الحجم اللي انت شفتي في اول الفيديو، ده الحجم المعتدل بتاعها او الطبيعي بتاعها يعني. فانا اقطعها الحجم ده بالظبط 9 وحدات، وهبدأ الفهم بالراحة كده واركنهم جنبي عشان ايه يخمروا. اي مرحلة من مراحل العجين، بالذات المرحلة الاولانية اللي احنا كنا حاطينها في البولة ديت، سيب العجين يخمر لاقصى درجة، لان العجين لو خمر كويس من اول مرة الخميرة بتشتغل، فبعد كده ما بتاخدش اي وقت. لفينا العجين وغطيناه بكيس بلاستيك او فوطه نظيفه، وهتسيبيه يخمر شويه، قيمه ربع ساعه بالظبط كده، مش اكتر من كده يعني. عند الصينيه بتاعتي من هنا زيت او الصاج بتاعي، هاخد الحته، شفتوا الحجم بتاعها اتضاعف ازاي وكبرت، لان انا اديت لها وقتها في الاول في الخميره، فالخميره بتشتغل على طول، ما بتبقاش محتاجه بعد كده وقت. بصوابعك بس كده العجينة زي الملبن تحت ايدك اهيت، بتفرديها
بالراحة وتحطيها في الصينية أو الصاج اللي انت هتشتغلي فيه. الموضوع بسيط خالص، ما خدش أي حاجة، ما خدش أي غلبة، كله على بعضه واتعجن وسيبناه يخمر وهو قطعناه. ودي آخر واحدة بنعملها اهوت. وادي الصينية بتاعتنا بعد ما قطعنا العجين وفردناه. هنعمل ايه بقى؟ شوية دقيق مع كوباية يكون الأرضية بتاعتها مسطحة، وفي نص الفورمة كده وهتك عليها. عايز أعلم مكان للإيه، للحشو اللي أنا هحطه. وليه دقيق؟ علشان ما يمسكش الكوباية، ما تمسكش في العجينة، أعرف أطلعها من العجينة. تكة كده بعلم بس مكان وعلشان ما يخمرش كمان، ما يعلاش، يعمل يبقى عامل ارتفاع في الوسط اهوت. نعلم العجين اهو، خلصنا. عندك كريم باستري؟ هسيب لك الرابط بتاعه لو انت ما شفتهوش. كريم باستري عاملينه قبل كده، هاخد منه بس كريم باستري، بس مش عليه كريم شانتيه. الحاجات ديت بنستعمل فيها كريم باستري من غير ما نحط عليه كريم شانتيه، يعني ينزل من على النار تسبيه يبرد تشتغلي بيه على طول، لان لو اتحط عليه كريم شانتيه ودخل الفرن هيتحرق اهو. تاخد بالمعلقه الصغيره كده على قد الدايره اللي انا عملتها بالكوبايه، بارضيه الكوبايه. حط فيها معلقة، معلقة ونص كده منها كريمة. طبعا الكريمة بتبقى واخدة فانيليا ومتظبطة، فبتدي طعم كويس جدا للدنش اهوت. خلصنا. اي نوع فاكهة عندك؟ ما عندكيش اي نوع فاكهة، دخل الفرن على طول، ما فيش مشاكل. انا ده اللي عندي هحطه عليها وخلاص. ما عندكيش، لو انت ما عندكيش نوع فاكهة موجود وقت ما انت بتشتغلي، ما فيش مشكلة، دخلي على كده على طول الفرن وهقول لك تعملي فيه ايه بعد كده. عندي اناناس وفراولة، وعندي قراصية ومشمش، واحدة واحدة كده، اي شكل انت تحبي او تفضلي يعني اهوت. بنوزع الفاكهة بتاعتنا، اي نوع فاكهة عندك اي شكل. طبعا فواكه، لو حطيت حاجة تبقى فواكه جافة، مش هنحط برتقان يعني، مش هنحط طبعا انتوا فاهمين الكلام ده. اي نوع فاكهة، اي دراي فروت هيشتغل مع الحاجات دي. عندي معلقتين لبن، بطرف الفرشة هلمع العجينة البيضة اللي هي في من بره دي، بس معلقتين لبن، لبن عادي خالص، حليب يعني اهوت. ولما طرف العجينة بالفرشة بالراحة كده والفها كويس، لان ده هتاخد لون معاكي، فمش عايز اللون يبقى ملطش، لازم اللون يبقى احمر حلو كده في كل القطع. واسيبه يخمر شوية ويخش الفرن على 180، من 20 دقيقة ل 25 دقيقة بالظبط اهو. طلع عندي مربة مشمش مفرومة، مسيحها على النار وهلمع وهو سخن على طول. طيب انت بقى لو ما عندكيش، ما كانش عندك، ما كنتش حطيتي فاكهة، هتقوم رشة سكر بودرة عليه، او تلمعيه كله بمربة المشمش كده. يعني في حالة ان ما فيش فاكهة موجودة، خلاص انت تدخل الفرن هيطلع يستوي، هتلمع بالمربة، او ما تلمعيش مربة تدي سكر بودرة، ترشيه سكر بودرة كويس. دي مربى محطوطة على النار، مربى مشمش مع معلقة سكر ومعلقة مية، وبسيبها تغلي شوية. خلاص خلصنا على كده. بتلمع، بتدي طعم، بتدي طعم وبتدي لمعة كويسة للقمة، بقى شكلها كويس زي ما انتوا شايفين. هو الدنش بالذات لازم يتلمع بالمربى، ومربى المشمش بالأخص. بعد ما خلصنا شايفين شكله، مش محتاج ان انا اتكلم واقول لكم حلو وجربوه، هو شكله قدامكم اهوت، انتوا هتكرروا
تجربوه او متجربوش، بس هو شكله جميل جدا وطعمه فعلا جميل وخفيف، مش تقيل. وده نوع من ضمن الانواع اللي هنشوفها كتير، لسه هنشتغل فيها وهنعملها، وان شاء الله ينجح معاكم وتبقى نتيجته كويسه. شايفين الشكل والفاكهه والتلميعه المربى. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.